بيتم ازاي؟ يعني بيتم ازاي؟ هل النهارده العلاقات، هل النهارده في سي في، هل النهارده كل واحد النهارده من المجلس اداره ليه رؤيه في واحد معين عايز يجيبه؟ كل هذه الامور بتدار زي ما قلت لك، يعني انا شايفها وجهه نظري بتدار غلط. ليه؟ لان في مدربين على مستوى عالي جدا من الكفاءه، مستوى شخصيا يقدر النهارده يبقى مقنع للعيبه، النهارده شغله في الملعب يقدر النهارده يخلي اللعيبه دي تبقى النهارده شايفه شغل المدرب ومقتنع بالمدرب. مش اي النهارده واحد النهارده هيمسك منتخبات مصر، لا. انا يعني برضو يعني بتكلم في نقطه في منتهى الاهميه، النهارده عامل السن، عامل السن الكره الانجليزيه فيها ناس كبيره، يعني فيها ناس كبيره وخبرات وشخصيتهم، واللعيبه بتحترمه، واللعيبه والجماهير بتحترمه عشان عارفه قيمه هذا المدرب. احنا ماشيين بالعكس، ماشيين بالعكس. النهارده كل واحد زي ما قلت لك ليه واحد صاحبه، ليه واحد حبيبه، هو ده اللي بيتم الاختيار عليه. وعشان كده بيبقى فيه دائما انت مقنع للعيبه ولا مش مقنع للعيبه، لان اللعيبه النهارده اصبحت في منتهى الذكاء، عندها ثقافه، عندها ثقافه. النهارده هل المدير الفني ده مقنع ليها ولا مش مقنع؟ هو طبعا زي ما قلت لك مفيش مدير فني دلوقتي في اتحاد الكوره، يعني مدير فني برده كان بيبقى النهارده عنده السي في بتاع كل لاعب، كل مدرب، وعنده النهارده شخصيه مدرب ومدربين ومتابع النهارده. فهو النهارده بيكلم مجلس اداره، يا جماعه لا ده انا شايف ده صح، و ولازم مجلس اداره اتحاد الكوره النهارده يحترم وجهه نظر المدير الفني. المدير الفني مش هيبقى ليه علاقات شخصيه، مش هيبقى النهارده عشان فتحي صاحبي هحط لا، هو النهارده بيدور على مستقبل الكره المصريه، بيدور على مستوى الناشئين ومستوى المنتخبات. مصر فعلا منتخباتها ومصر كيانها ومصر شعبيتها على المستوى الافريقي ومستوى الناس كلها بتحترم فرقه منتخب مصر على مستوى مستويات السنيه كلها، لان منتخب مصر الحمد لله يعني في في محافل كتيره كان ليه شأن وليه كيان، يعني الحمد لله. لا هو اختيار كويس، يعني انا شايف اختيار كويس، لان برضو الكابتن وائل رياضي، الكابتن احمد الكاس خبرات كويسه، وفي نفس الوقت تعالى بقى زي ما قلت لك اسمه شخصيه، يعني الكابتن وائل رياضي على مستوى الكره المصريه معروف، الكابتن احمد الكاس على مستوى الكره المصريه معروف، واشتغلوا قبل كده. الكابتن وائل رياضي اشتغل في وادي دجله، اشتغل في وادي دجله، الكابتن احمد الكاس مسك ابو قير للاسمده ومسك، وعنده خبرات كويسه. فالنهارده عمليه شخصيه المدير الفني واقناعه النهارده للجماهير والاعلام وللعيبه داخل المصريين ان شاء الله ينجحوا، يعني ان شاء الله. ما هو توافق، هو عايز يعمل حكايه توافق، النهارده جاب واحد من الزمالك لازم واحد من الاهلي، جاب لا برضو يعني معلش برضو عشان الناس ما تهاجمش، هو بيتفادى الحته دي عشان الناس ما تهاجمش، يقول لك تجيب لي كل المدير الفني من الاهلي والجهاز الفني من الاهلي والجهاز المساعد من الاهلي، فهو بيتفادى الحته دي، يقول لك ايه يعمل ميكس بين المدير الفني الاهلاوي، يبقى النهارده معاه اثنين من الزمالك وهكذا. سيب المدير الفني النهارده شخصيته، هو النهارده يتابع كل مباريات الشباب وكل مباريات الناشئين، والجهاز اللي معاه يتابع، ويبقى النهارده في تقارير عن كل لعيب وكل مركز، ويبقى عامل بلاننج النهارده بالماتشات، يعني ما يسيبش الامور كده النهارده، لا النهارده عامل بلاننج وتختر بيه لجنه المسابقات في اتحاد الكوره، ان انا عايز فتره توقف يومين ثلاثه اربعه خمسه عشان عندي ماتشات كذا كذا. اللعيب ده بياخد خبره، يعني سواء على المدرسه الافريقيه او سواء مدرسه اوروبيه، اللعيب بيكتسب خبرات. فالحتت دي مهمه جدا جدا البلاننج، وزي ما قلت لك لازم يعني لازم المدير الفني يفكر تفكير ان انت بتمثل شعب مصر وكيان مصر. ابعد عن الحاجات الشخصيه، يعني ابعد عن الحاجات الشخصيه دي خالص، لان احنا يعني حتى ما اشتغلنا في المنتخبات كنا دائما بفكر ان احنا نرفع علم مصر في المحافل الدوليه.